بيلكم في جنة نايدو مش كتا هلا هلا أفا غساق أفا ديري ديري ديليشيس وين راح؟ ما شاء الله لاحظوا المكان من فوق شحالاته. طبعا هالمكان لو تجي له بغيم يعني الحين في غيوم، لكن اقصد لو تجي له بجو حلو بدون شمس وكذي الله قمه الامتاع. بعد ما تنتهون من مرتفعات حيدر نبي تقدرون تروحون حق مكان ثاني قريب واللي هو بحيره سيراغول. الحلو فيها ان اول ما تدخلون حاطين لكم بعض الالعاب حق الياعات، مجرد ما تحط له كم ليره خلي ولدك يلعب وانت روح استمتع بالبحيره. صبحكم الله بالخير جميعا، ان شاء الله الحين طالعين ورايحين حق جوله جديده من جولات طرابزون، خلكم معنا. بس قبل لا نطلع يبي له شيء يعدل مزاجي شوي. طبعا احنا بتركيا وتركيا مشهوره بشنو؟ بالشاي، فيبي له شاي على السريع قبل الجوله. ناخذ لنا هالشاي الطيب ونجربه. حلو، كنت مستهين بالوضع بس لا والله حلو، يعني فندق ويعطيك شاي زين قريبة. اليوم راح تشيطنين ولا لا؟ أكيد؟ ما تشيطنين؟ تشيطنين ولا لا؟ إيه عبالي. تونا وإحنا بالطريق حق مغارة تشال اللي موجودة بالقرب من هالمكان قلنا نبي ننزل، بس ما شاء الله يعني المكان بصراحة حلو، في بعض الأشياء اللي تقدرون تسوونها إن تأخذون مثلا أكل أو غيره وتقعدون، وحتى حاطين لكم بعض الألعاب حق اليهال. طبعا مثل ما تشوفون المكان فيه مطعم بسيط، يعني مو مطعم، كافيه صغير، تقدر أيضا تقعد في هذه الأماكن، حاطين لك بعض الجلسات البسيطة تقدر تقعد فيها وتستمتع. طبعا بعد ما تأكل وتخلص حاطين لك مكان تقدر تغسل يدك فيه. هني أيضا عندهم عسل طبيعي حق اللي حاب. ما شاء الله تبارك الرحمن، شحالات المنظر. ان شاء الله الحين داخلين حق مغارة تشال. طبعا مغارة تشال مثل ما تشوفون حاطين لكم مطعم صغير تقدر تطلب فيه بعض الاشياء. الله ذرة شغل عدل، وهذه الذرة الطيبة تاكلها مع هالاجواء. شن قد تاكلين؟ شن قد تاكلين؟ شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ كله ما تدرين؟ كله ما تدرين؟ هذا واحد من الأكشاك الموجودة في القرب من مغارة شال. أيضاً العسل وبعض المنتجات الطبيعية متوافرة في هذا المكان. هني الحين حق أهم شيء يبون يعرفون الناس واللي هو كم سعر الدخول؟ سعر الدخول حق الشخص البالغ 8 ليرة. المغارة هذه افتتحوها تقريبا قبل 5 سنوات بسنة 2013، طبعا تعتبر ثاني أطول مغارة بالعالم. حق اللي حاب يعرف المغارة هذه وين موجودة، المغارة هذه موجودة في بلدة دوسكوي. لاحظوا ما شاء الله تفاصيل الصخور الموجودة في المغارة، فعلا ربنا خلق فابدع. حسب اللي عرفته ان الماي في المغارة هني يكون نسبته بالصيف فقط 25 سنتي، لكن بالشتاء يرتفع لمتر ونص. من الأشياء اللي ما حبيتها بالمغارة إن الممر مال المشي جداً ضيق، لدرجة إن ما يدرون شخصين يمرون مع بعض بنفس الوقت. حالياً أنا بوحدة من الممرات الموجودة بالمغارة، ولو تلاحظون حاطين بعض الإضاءات بألوان معينة، يعني هني حاطين الإضاءة بلون أخضر، بصراحة شيء حلو وبسيط ومعطي إضافة للمغارة. حق اللي حاب يجي مغارة تشال نصيحة نصيحة نصيحة، ثقل ملابسك كثر ما تقدر لأنه صج برد هني. حسب اللي سمعته إن هالمغارة يقولون زينة حق الناس اللي عندهم ضيق تنفس وأيضا اللي عندهم ربو. ليش؟ لأن الهواء اللي داخلها جدا نقي ونظيف. زين مغارة تشال كم طولها تقريبا؟ أنا بصراحة مو عارف، إذا تعرفين قولي حق الناس. أعرف. قولي. 8 كيلو. أوه خطيرة خطيرة. اللي الحين راح أحط لكم إياه هي الصواعد والنوازل. شفتوا الصواعد والنوازل اللي موجودة وريتكم ياها؟ طبعا هذه تاخذ وقت طويل حيل عشان توصل للشكل اللي انتم شفتوه. يمكن هذه الحين قاعد تشوفونها عمرها يمكن اكثر من 10,000 او يمكن اكثر بعد من 10,000. حق اللي حاب يعرف اوقات الزياره، اوقات الزياره من الساعه 9 الصبح للساعه 7 المساء. هذا مطعم اكبنر.
وهذه اطلالته. المطعم ايضا يحتوي على اكثر من مكان تقدر تشتري منه بعض الشغلات، وايضا اذا تبي حلويات وغيرها. بالمطعم حاطين لكم بعض الالعاب حق اللي حاب يجيب عياله هني وبعدها يروح يتغدى. وهذه الشوربة والحين ان شاء الله راح نجربها. زين ولا بارد؟ بس وناخذ هالشيء الطيب ونحطه شوربة العدس. بسم الله ونجرب الطبق الرئيسي. عاش عاش. فعليك ضبطك انا. اول ما توصلون الشاطئ طبعا راح تلاقون بعض الاشياء اللي تنباع مثل كبابيس، سعر الوحدة على 15 ليرة، وايضا في بعض الشغلات الثانية. طبعا هني تقدرون تأجرون حق عيالكم مثل اللي قاعد تشوفونه، سعر الخمس دقايق 10 ليرات، بصراحة اشوفه ما يستاهل. ايضا تقدرون تأجرون بعض القواري سعر النص ساعة 20 ليرة. وايضا حاطين لكم بعض الالعاب المجانية مثل اللي قاعد تشوفونها قدامكم. في بعض الاشخاص يجون هني عشان يصيدون سمك، قبل شوي شفت هذا الشخص ما شاء الله طلع له سمكه ولا احلى. ايضا البعض يقدر ياجر بعض القوارب وياخذ فيها بجوله على هذا البحر. هني ايضا موفرين بعض النطاطيات حق اليهال. بالنسبه حق اللي حاب يدخل عياله بالنطاطيه وحاب يعرف الاسعار، سعر كل خمس دقائق 5 ليرات. ايضا بالشاطئ اذا عطايشت او ودك تاكل شيء وتوكل عيالك موجود في هذا المكان. يا جماعه لاحظوا ما شاء الله الالوان، بصراحة صد شيء إبداع مهما حاولني أوصفه، طبعا بالطبيعة أحسن. هذه بعض الألعاب اللي فيها تحديات تقدر تيه أنت وربعك وكل واحد يتحدى الثاني. هنا عندكم لعبة كرة القدم والثانية البوكس. تطيحين ولا ما تطيحين؟ ما تطيحين، يلا شاطرة يلا صعدي. يلا يلا خجوب. واحد اثنين ثلاثة. حق اللي حاب يعرف احداثيات الشاطئ هذه الاحداثيات. تركيا. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، اتمنى حلقة اليوم تكون نالت على اعجابكم. واذا تبون نستمر على سلسلة الفلوقات وننزل فيديوهات اكثر، ادعمونا بضغط زر اللايك وباذن الله القادم اجمل.